السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده وصفتنا ان شاء الله هتكون من الوصفات اللي بقى هتنفع للعيد. هي طبعا تنفع عيد وتنفع في غير ايام العيد كمان، بس يعني بما ان العيد قرب كل سنه وانتم طيبين، فهنبتدي من النهارده الوصفات بتاعه عيد الاضحى المبارك. يعني هنعملها كلها وصفات فيها لحمه. طبعا زي كل يوم بقول لكم احنا مع بعض نقدر نتواصل عن طريق صفحة البرنامج على الفيسبوك زعفران وفانيلا، وكمان عن طريق الاكاونت بتاع القناة على الانستجرام سي بي سي سفرة. في صورة نزلت او هتنزل حالا بتقدروا تكتبولي تحتيها تعليقاتكم. النهاردة هنعمل اول وصفة هتكون فيليه. نسيت اشيل الخاتم، معلش سوري، خلينا نشيله عشان خارجة بعد البرنامج، فبالتالي لبست خاتم. طيب هنعمل فيليه تركي بالزبدة. تركي تركي يعني تركي. الفيليه ده كل ما بنروح تركيا بيتقدم في مطاعم كتير جدا، بيتعمل بطريقة لطيفة جدا، سهل جدا، ما فيهوش أي حاجة. عايزين قطعة فيليه كاملة زي ما هي، وعايزين 200 جرام زبدة، بس عايزينها زبدة حيواني، وعايزين ملح وفلفل، وعايزين راس توم، يعني تقريبا راس توم كده، وعايزين طماطم تشيري. تقدروا تحطوا كمان اي حاجة انتوا عايزينها، لو عايزين تحطوا روز ميري، اكليل الجبل، اللي انتوا عايزينه بتقدروا تحطوه. هي دي بس المكونات بتاعة الوصفة بتاعتنا اللي هي هتكون سهلة جدا وبسيطة جدا، بس طعمها للي بيحب اللحمة ممتاز. أول حاجة هنعملها عايزين نشوي العرق بتاعنا على النار، فهنحطه ثواني بس، مش ثواني، دقايق على النار لغاية ما نعلم كده عليه. وفي نفس الوقت عايزين نعمل حاجة تانية. إيه بقى هي الحاجة التانية دي؟ عايزين نعمل الكلاريفايد باتر. ايه هي الكلاريفايد باتر؟ الزبدة طبعا زي ما احنا عارفين بتحتوي على نسبة من الدهون يعني، ونسبة من اللبن، ونسبة يعني فيها سوائل، فاحنا عايزين الزبدة تبقى نقية تماما، يعني ما فيهاش اي سوائل ولا فيها لبن ولا فيها حاجة. فالزبدة احنا علشان نوصل لمرحلة ان احنا عندنا زبدة نقية تماما هنحطها على النار، على نار وسط اهي الزبدة بتاعتنا، وزي ما قلنا لازم تكون زبدة حيواني، فأنا هحطها على النار درجة حرارة وسط اهي، وهسيبها على النار لغاية ما أبتدي ألاقي فوق بقى فيه طبقة بيضة. الطبقة البيضة دي هي اللبن، اللبن بيطلع فوق، هقشطه كله هشيله، وبعد ما اشيله اللي هيفضل عندي هي الزبدة النقية اللي هي الكلاريفايد باتر، وهي كده هتبقى بقدر احطها مش هتتحرق على النار. طيب هنحط دلوقتي اللحمة اللي عندنا زي ما هي، ولا اي حاجة، ولا ملح ولا فلفل ولا حاجة خالص، بس بنحطها كده. وحطينا هنا الزبدة بتاعتنا على النار اهي متقطعة مكعبات، وزي ما اتفقنا زبدة حيواني. عايزين طبق كمان، هنعوز طبق كده زي دول يدخل الفرن. حاجات غريبة شوية بس هتطلع حاجة حلوة في الآخر إن شاء الله. طيب دلوقتي هنشوف آية. إزيك يا آية؟ يا آية أنا بخير. إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ كويسة الحمد لله. كل سنة وإنتي طيبة. وإنتي طيبة. عندك أي سؤال؟ عايزة طريقة الشاورما. حاضر من عناية، حالا ننزل لك الطريقة. طيب معانا يوسف، اهلا يا يوسف. الو، ازيك يا يوسف؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ ممكن توطي التلفزيون شويه عشان اسمعك احسن؟ حاضر اوطي التلفزيون. بقول لحضرتك. نعم. كنت عايز اعرف العرق اللي حضرتك بتعمله ده عرق فليتو ولا عرق فليه؟ لا فليتو، عرق فليه. ده عرق كامل بس مش متقطع. ودلوقتي هتشوف هنعمل فيه ايه، هتشوف ازاي الطريقة سهلة جدا بس لطيف، لطيفة هتعجبك، سهلة خالص. بس دلوقتي زي ما انتوا شايفين احنا بس عايزين
بس نديله من بره ما يبقاش ني، مش عايزاه ني من بره، عايزاه بس يستوي من بره مش من جوه، بس من بره. وهنحضر السكينة بتاعتنا علشان خاطر أول ما طبعا النار لازم تكون عالية جدا وإحنا بنعمل التسوية دي، لازم النار تكون عالية، ما تضغطوش كتير على اللحمة علشان ما نطلعش العصارة اللي جوه، لأن العصارة اللي جوه دي هي اللي إيه بتديله طراوة تقريبا. بمسجه مش عارفة يعني شكلها عايزة كده. أها تمام كده شايفين، أنا بس عايزة بره كده ياخد حتة استوى. الزبدة عندنا اهي بتبتدي تسيح كلها، أول ما تسيح كلها هتشوفوا الرغاوي اللي هتطلع فوق، الرغاوي دي هي اللبن، هنشيلها وهيبقى عندنا زبدة نقية أو clarified butter. إحنا لسه دلوقتي ما سحتش كلها، ادينا ماشيين مع بعض خطوه بخطوه. تمام كده نفضل نقلبها، ومعانا ريتا. اهلا يا ريتا. اهلا يا طنط رياض، ازي حضرتك؟ انت ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا الحمد لله كله تمام. كله تمام، انا بحب كل يوم اسلم على حضرتك. وانا بحب اسمع صوتك كل يوم، لازم اسمع صوتك كل يوم، خلاص تعودت عليك يا ريتا. واحنا طبعا زي ما احنا متفقين هنعمل ان شاء الله حلقه الاطفال وانت هتكوني معانا. ميرسي قوي. على ايه يا حبيبتي، انا اللي ميرسي ليكي وعلى تليفوناتك الحلوه. طيب لسه شويه بس، معلش لازم تبقى اكتر من كده شويه. معانا فرحة. أهلا يا فرحة. أهلا بيكي. إزيك، أخبارك إيه يا حبيبتي؟ كويسة، بحبك أوي. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا حبيبة قلبي. أنت عندك كام سنة؟ 11 سنة. يا بتحبي المطبخ بقى؟ آه. بتحبي إيه أكتر حاجة قولي لي؟ بحب الطبخ والكيك. كله يعني زي أيه. برافو عليكي، أنا بحب كله. كنت عايزة أعرف طريقة الآيس كريم. حاضر، ممكن ننزل يا ريهام طريقة الآيس كريم لو سمحتي. طيب ممكن أي حد ينزل لنا طريقة الآيس كريم ولا النهاردة مش هننزل؟ لما ريهام تيجي بعد الأجازة هننزل الوصفات كلها. ريهام أخذت أجازة. طيب يلا كل سنة وأنتي طيبة يا ريهام. أخذت أجازة، بس ده مش معناه إن إحنا مش هننزل لكم الوصفات، هننزلها حالاً. طيب بالايس كريم اهو، لتر كريمه لباني، علبه لبن مكثف محلى، مغلفين كريمه بودره فقط، كل ده مع بعضه وبيتحط في، بنخفقه كويس وبعدين بيتحط في علبه وعلى الفريزر، وخلص الايس كريم بالطريقه دي. ولكن لازم تاخدوا بالكم الكريمه اللباني اللي هتجيبوها تكون كريمه حلويات، ما تكونش كريمة طبخ، يعني دايما بقول الكلام ده، يعني تكون نسبة الدسم فيها عالية 33% أو أكتر، علشان أقل من كده هي بقت كريمة طبخ مش كريمة حلويات، وبالتالي مش هتتخفق معايا لما أخفقها في العجانة أو يعني بالخفاقة. والشاورما كمان أهي. طيب زي ما أنتوا شايفين أهو الزبدة ابتدت عندنا تسيح، احنا اهو لسه وراها، لسه معاها مستنيين الرغاوي تبتدي تطلع فوق، اللي زي ما اتفقنا دي السوائل اللي في الزبدة. يعني انا مثلا لو عايزة 200 جرام زبدة clarified butter، عايزة 200 جرام، بحط على النار تقريبا 250 جرام، لان بعتبر ان في 50 جرام منهم هيطلعوا لبن وسوائل، فبالتالي يفضل بعد كده عندي 200 جرام. تمام خلاص احنا كده خلوا بالكم اهو ابتدينا ايه ندخل في مرحلة استوى اللحمة. خلاص هي كده تقريبا تمام، اخدت من بره الاستوى اللي انا عايزاه. ممتاز كده. طيب هناخد دلوقتي بقى القطعة بتاعتنا دي اللي استوت من بره،
بقت ممتازة كده من بره. هاخدها وهحطها على الكاتنج بورد علشان نبتدي نقطعها شرايح. هنقطعها بقى نقطعها كأنها نية لسه. خلاص المهم كده عندي انها من بره استوت. يلا سخنة. هنبتدي نقطعها زي ما اتفقنا. شايفين من جوه نية ازاي؟ طبعا لسه، بس هنعمل فيها ايه دلوقتي هتشوفوا. معانا شهد. اهلا يا شهد. كنت عايزة كرات اللحمة المفرومة. كفتة يعني؟ اها حاضر. كفتة ايه بقى؟ ممكن نعمل لها كفتة داود باشا مثلا، ايه رأيكو؟ نحط لها كفتة داود باشا. اوكي حاضر يا حبيبتي. مرسي. اهلا وسهلا. طيب شايفين هي من جوه نية ازاي؟ انا مش مهم عندي من جوه، لان انا هسويها دلوقتي من جوه بطريقة تانية، بس انا كان مهم عندي انها تستوي من بره. بقطعها بسماكة متوسطة، مش تخينة قوي ولا رفيعة قوي يعني، او تميل للرفعة اكتر من التخن، بس مش رفيعة رفيعة يعني. وهتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. طيب هنطلع فاصل، هكون قطعت انا بقيه العرق وتكون الزبده ابتدت تطلع اللبن، ونكمل مع بعض بقيه وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي عايزين بقى نشوف هنعمل ايه، لان الزبده ابتدت تطلع الرغاوي. عايزاكم بقى تشوفوا، فانا شلتها من على النار علشان خاطر ايه نشوفها مع بعض. شوفوا شايفين الرغاوي باينه اهي، شايفين؟ مش باينه قوي الصراحه. طيب ابينها ازاي؟ اهي فوق في اهي عند علي خاطر اهي. شايفين الحاجات دي؟ كل السوائل دي الابيض ده، هي دي السوائل اللي بتطلع من، خليني احط التوم هنا، اللي بتطلع من الزبده واللي بتحرقها، فاحنا هنشيلها، فالزبده بتاعتنا مش هتتحرق على النار لما نعمل الخطوه الثانيه. شايفين اهي؟ اهي اهي. هنشيل بقى كل الابيض ده، يعني ممكن لدرجه ان احنا بعد ما بنشيلها بنصفي الكلام ده، الزبده اللي عندنا دي، في شاشه كمان. بس احنا مش هنعمل كده النهارده، انه مش للدرجه دي يعني. اهي معانا تسنيم. اهلا يا تسنيم. اهلا يا شيف، انا بحبك قوي. اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي، وانا كمان بحبك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله ان شاء الله دايما بخير. عندك اي سؤال يا حبيبتي؟ لا شكرا. شكرا ليكي وعلى اتصالك يا تسنيم. طيب شوفوا احنا عمالين بنشيل ازاي في الابيض ده، فانا اللي هيفضل بقى عندي هنا هو الزبده النقيه الصافيه اهي. خلاص شايفين اهي. طيب الزبدة دي بقى احنا بنشيلها، عندنا هنا اهي زبدة احنا عاملينها اهي. شوفوا ازاي لونها اهي، شايفين بقى ما بتتشال صافية صافية صافية. لما بنشيل احنا زبدة ما بتكونش معمول لها الخطوة دي، بتلاقوا دايما بتكون ساحت ورجعنا تاني جمدناها، بتلاقوا الطبقة اللي على الوش بتبقى بيضة بس شوية، لان بس دي لانها خلاص شلنا منها كل اللبن، ففضلت عندنا بس طبقة الزبدة النقية. طيب احنا كده خلاص اهي تمام، عشان كده احنا بنحط زيادة عن الوزن اللي احنا عايزينه، علشان خاطر اللي هيطلع هيتطلع السوائل اللي متضافة على الزبدة بتاعتنا. طيب
هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي احنا مدخلين الطبق بتاعنا في الفرن علشان يسخن. اهو هناخد دلوقتي الزبدة بتاعتنا، هنحط شوية في الطبق هنا كده، ومعانا لميس. اهلا يا لميس. مساء الخير. مساء الفل، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ستي جميله، ربنا ربنا يخليكي. تسلميلي يا رب، تسلميلي. عايزه بس اسالك حاجه. نعم. العرق ده ده عرق فليتو. فليتو ينفع يتعمل مع عرق روستو؟ لا، الروستو شويه بيشد، يعني هيشد. الطبق عايز يسخن شويه يا جماعه، معلش، فهندخله يسخن شويه. لسه عايز يسخن شويه كمان. خلينا نفتح الفرن ونحطه يسخن شويه كمان. وهو بيسخن بقى كده بنقدر نحط له عرقين روزميري مثلا، علشان كده ينكه لي الزبده. لازم الطبق يكون سخن 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 علشان انا هكمل استوى اللحمه فيه. طيب احنا جاهزين عامه، فخلينا خلينا نبص شويه على الكومنتات بتاعتكم على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك وكمان على الانستجرام. تمام، يلا معانا حماده. اهلا يا حماده. ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ ازيك يا حماده، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله كله تمام الحمد لله. عندك اي سؤال؟ قول لحضرتك، كنت عايز اعرف طريقه عمل بسكوت النشابه. حاضر، من عينيا، حالا بننزل الوصف. طيب عصافير الجنه منزله لنا صوره جميله جدا لكيكه هي عاملاها، هتنزل في التطبيقات ان شاء الله في اخر الحلقه. جميله قوي الكيكه يا روحي. ونيفيا احمد عملت الخروف اللي عملناه هنا، هو هناك هم الخرفان، هم اللي عملناهم اهم، عملتهم نيفيا. شكلهم يجنن، شكلهم حلو قوي. هي واضح انها من الجزائر، فسلامنا ليكي ولكل حبايبنا في الجزائر. امير عصام كمان عامله تطبيقات، ونهى جمال وجيهان مجاهد وملاك جمل وانعام سرور، كل دي تطبيقات. أمل الشتاوي ربنا من ليبيا، أهلا وسهلا بيكي وبكل حبايبنا من ليبيا. ومنا البحراوي، شكرا يا حبيبتي ليكي. محمد موسى، هي سراب من سوريا. ممكن تسيبيه في التتبيلة شوية عادي، مش مشكلة طبعا، بالعكس بيبقى أحسن. شكرا لأم أسامة من غزة، تسلمي يا حبيبتي، شكرا ليكي. فيولا، فيولا عامله تطبيق حلو. ورانو النجار بتقول بقت تحب المطبخ اكتر من ساعه ما تابعت البرنامج. ورانو من لبنان، اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي وبكل حبايبنا اللي في لبنان. وجمانة جوجو ربنا يخليكي، هي ومنى صلاح وليلى محمد. ودعاء حميد من العراق بتقول احب اكلاتك كلش، عاشت ايدتش على الاكلات الرائعه. يا عيني عليكي وعلى اللهجه العراقيه الجميله، عامله وصفه حلوه قوي برضو. مريم الشيخ عايزانا نعمل المطبخ البحريني. خلاص ان شاء الله. حبت الحلقه اللي كان فيها عبد الله ابني جدا، وحبت حلقه امبارح بتاعه المطبخ السعودي، وعايزه نعمل المطبخ البحريني. ربنا يخليكي. وطبعا بنعمل المطبخ البحريني اكيد ان شاء الله، بنعمله بعد العيد باذن الله. طيب في كمان رميساء احمد عايزاني اقول لبنتها رميساء كل سنه وهي طيبه، كل سنه وهي طيبه وتفرحي بيها يا رب. وفي كمان نانو حسن، في تعليقات كتير قوي بس احنا
انا هروح ابص دلوقتي على الاكاونت بتاع القناه سي بي سي سفره على الانستجرام نشوف ايه الاخبار. الاخبار ان مفيش صوره، دي اخبار انستجرام سفره. بسكوت النشادر اهو نزل، خلينا نشوف الزبده. تمام الزبده كده تمام، الطبق سخن ممتاز اهو، وريحة الروز ميري طلعت. تعالى انت هنا، هناخد بقى اللحمة بتاعتنا وهنحطها كده شايفين بالشكل ده، هتكمل السوى بتاعها في الطبق وهنحط عليها الزبدة السخنة جدا اللي هي اهي. خلينا نحط كمان واحدة وخلاص اهو كده، وهنجيب الزبدة السخنة وهننزلها عليه بالشكل ده، وهنسيبها دقيقتين على ما تكمل سواها في الطبق. بنقدر نحط معاها لو تحبوا كمان مثلا فص ثوم كده، بس كده تمام. لو حسيتوا انها لسه ما استوتش قوي بتقدروا تحطوها في الفرن بس ثواني لغايه ما تستوي من الناحيتين. اهي شوفوا ازاي ابتدت هنا تستوي اهي، شايفين اهي بس. وهي دي طبعا ما بتبقاش مستويه اللي هو well done اهو، شايفين بس. وهنجيب دلوقتي الملح وشويه فلفل، طبعا لو الفلفل طازه بيبقى احسن، شوية ملح. بما انها تركي يبقى هنعملها زي الاخ نصرت، اصلا احنا كلناها في المطعم بتاعه فهو وقف وعملها لنا بالشكل ده. طيب كده احنا اهي كده الفراخ بتاعتنا دي استوت زي ما قلنا، دي بتبقى ميديوم ميديوم ويل بالكتير مش اكتر من كده. فاحنا دلوقتي هحط طبق تاني في الفرن اهي، شايفين ازاي استوت الميديوم اللي احنا عايزينه اهي. بصوا هنطلع دلوقتي فاصل، بس خلينا ناخد اماني الاول. اهلا يا اماني. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام عندك اي سؤال؟ تمام. انا بس كنت عايزه اعرف طريقه ورقه اللحمه. اوكي حاضر، حالا ننزلها لك حالا اهي. تمام كده، خلي بس اخد التومه دي احطها كده هنا، وكده تبقى اللحمه بتاعتنا جهزت اهي. نكهنا الزبده بالتوم وبالروز ميري، وهنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ده الشكل بيكون زي ما اتفقنا بتاع اللحمه اللي على الطريقه التركيه بتاعتنا اللي عملناها، وزي ما قلنا هي بتكون دايما من ميديوم لميديوم ويل. تمام. طيب دلوقتي هنعمل وصفتنا التانية للنهاردة، وهي روستو، بس هنقدمها مع الجبنة. بصراحة طبق فاخر من آخر، طعمه لطيف جدا، طعمه رائع، وشكله إن شاء الله هيطلع كمان حلو. طيب الوصفة دي علشان نعملها عايزين قطعة روستو كاملة، عايزين ممكن نستعمل الجزر وممكن ما نستعملش الجزر زي ما انتوا عايزين. لو هتستعملوا الجزر انا كنت عايزة احشيه جوه بس مش مشكلة. المهم 3 جزرات، 3 بصل، 10 فص ثوم، 2 ورق لورا، ملح وفلفل، رشة بهارات، رشة جوزة الطيب، 3 كوب مشروم، 200 جرام جبنة. بصوا يا اما بنجيب 200 جرام من الجبنه الراكلات، او بنجيب نعمل صوص جبنه زي اللي هنعملها النهارده. هنحط هنا بس شويه زيت وزبده وهنبتدي نحمر الروستو بتاعتنا فيها. هنحمر الروستو الاول شويه
لوحدها، وبعد ما تتحمر شويه هحط لها البصل والثوم. الصوص البني اللي هتطلع لي من اللحمه الروستو بتاعتي هتطلع لي من التخن السمك منها، يعني السمك بتاع الصوص، واللون البني هيطلع من تحمير اللحمه، والسمك هيطلع من البصل والثوم. ما بحطلهاش دقيق خالص. والوصفه دي وصفه جدتي، وصفه يعني هي معروفه بيها، الله يرحمها ويرحم كل حبايبنا اللي سبقونا. طيب دلوقتي زي ما قلنا بس تحميرتين كده خفاف، وبعدين هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. بس هنطفي الفرن اول، نطفي النار الزياده دي. طيب دلوقتي هنحمر العرق بتاعنا كده، يعني لما نوصل لثلاث ارباعه تقريبا من التحمير هنحط البصل والثوم اللي عندنا يتحمروا معاه بقيه التحميره بتاعته. ها نفضل كده كل شويه نقلبه لغايه زي ما اتفقنا، احنا هناخد السمك واللون من تحمير الروستو ومن البصل والثوم. البصل والثوم مع الوقت على النار هيدوبوا، ودوبانهم ده هو اللي هيسمك لي الصوص بتاعتي اللي بعملها، واللي هيطلع لونها بني جدا رائع وطبيعي. نقلب كمان كده. شايفين دلوقتي بقى نبتدي نحط البصل والثوم اللي عندنا. معانا عمر، اهلا يا عمر. اهلا يا عمر. اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. اه الحمد لله. عندك اي سؤال؟ انا عايز اعرف وصفه الكوسه بالبشاميل. حاضر من عينينا حالا حالا. طيب البصل يعني لو قطعتوه اصغر بيبقى احسن، علشان خاطر يدوب اسرع. معانا زويرية، اهلا يا زويرية. يا زويرية الو. طيب كلمينا تاني يا زويرية. طيب هنقطع البصل زي ما اتفقنا. بس كده شوية. ونكمل تقليب لغاية ما تتحمر الروستو عندنا كويس جدا. طيب ايه ازاي نطت كده؟ طيب احنا دلوقتي لاننا ملقناش الجبنة الراكلات اللي احنا عايزينها، فاحنا هنعمل صوص تانية على النار. نجيب بس كزرونة، ممكن كزرونة يا حلوين، ممكن كزرونة. طيب الوصفة اللي هنعملها بتاعت صلصة الجبنة لو مفيش ركلات، الركلات لاني بحطها على النار مباشرة بتدوب، وبقدر ان انا احطها فوق الاكل بتاعي، دي الجبنة الركلات. لو مش موجودة هنعمل احنا صلصة جبنة. الصلصة دي علشان نعملها عايزين معلقة كبيرة من الزبدة، ومعلقة كبيرة دقيق، وكوبايتين جبنة شيدر مبشور، وكوباية لبن. كوباية لبن، اوكي؟ ادي الزبدة وادي الدقيق وادي اللبن، وهنحط معاهم كمان رشة من جوزة الطيب. معانا جويري، اهلا يا جويري. ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ انا كنت عايزة اعرف طريقة وصفة الشوكولاتة. حاضر من عيني. طيب شايفين هنقلب بقى ده، نفضل نقلب فيهم لغاية ما يتحمروا تحمير أكون أنا إيه راضية عنه كده، ولونهم ابتدى يقلب للبني الحلو ده. هنا بقى خلينا نعمل صلصة الجبنة مع بعض. هنحط معلقة الزبدة هنا، معلقة زبدة أهي، وهنحط معاهم الدقيق. معانا حبيبة، أهلا يا حبيبة. ازيك يا حبيبة؟ ألو. أهلا وسهلا. ألو. ألو يا حبيبة، ازيك؟ ألو. ازيك يا حبيبة؟
انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك جدا. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. عندك اي سؤال يا حبيبه؟ عايزه اعرف عايزه حلقه عن سندوتشات المدارس. حاضر من عينيا. حاضر. طيب لا كده احنا في التمام. كده احنا تمام اهو. بنقلب هنا ونقلب البصل والثوم، ونقلب هنا ونقلب البصل والثوم. هنا الزبده ساحت اهي. بنحط الدقيق اللي عندنا ونقلب ونجيب اللبن. عندنا كوبايه لبن ورشه جوزة الطيب. ومعانا عبد العزيز. اهلا يا عبد العزيز. ازيك يا عبد العزيز؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. عندك اي سؤال؟ اتفضل. عاوز اعرف طريقه عمل الكيك. اني كيك بقى؟ الكيك العادي خالص؟ العادي. حاضر. وتفي تورتة الشوكولاتة كمان صح؟ يلا. طيب ادينا اهو بنعمل. هو يعتبر بشاميل. هو بشاميل بس متحطله نسبة كبيرة جدا من الجبنة. وهنا عمالين بنقلب اهو. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عمالين نحمرها هي والبصل والثوم. بنحمر فيها. يلا كيكة الشوكولاتة اهي. كيكة الشوكولاتة دي حلوة قوي على فكرة. كيكة الشوكولاتة. وفي ايه تاني عندنا؟ شايفين ازاي تخن ال بس احنا ما كملناش بقيه الكوبايه. كده احنا نبقى كملنا الكوبايه كامله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ شايفين ازاي اهو. هنروح نجيب الجبنه اللي عندنا. وطبعا هي نسبه كبيره من الجبنه علشان خاطر هي صلصه جبنه، فاحنا طبعا حاطين نسبه كبيره علشان تبقى صوص جبنة بتاعتنا اهي. شايفين؟ شوفوا بقى، شوفوا الجمال اهي اهي. شوفوا صوص جبنة فظيعة. هنحط لها شوية ملح وشوية فلفل، وهنحط لها رشة من جوزة الطيب. رشة بس كده. وكده نبقى احنا جهزنا صوص الجبنة بتاعتنا. هنخليها على جنب لغاية ما نيجي نحطها فوق الروستو بتاعنا. ومعانا مهاب. اهلا يا مهاب. التليفون فصل. طيب معلش كلمنا تاني يا مهاب. طيب احنا هنا عندنا اللحمة بتاعتنا استوت كويس، قصدي اسفة اتحمرت كويس. هنجيب المية وهبتدي احط لها مية، يعني نقول ايه كوبايتين في كوبايتين، وكل ما تتحمر برجع احط لها تاني مية. هنحط لها دلوقتي الملح والفلفل ورشة البهارات ورشة جوزة الطيب اللي عندنا وورق اللورة اهو. رشة البهارات ورشة جوزة الطيب. هذه جوزة الطيب. وهنسيبها على النار تغلي 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 تغلي. راح منها المية بحمرها تاني. تمام اسمعوني كويس. راحت منها المية بحمرها تاني. ما بحطلهاش مية كتير من الأول، لأن أنا عايزة كل ما تاخد المية أرجع أحمرها، وتاخد المية وأرجع أحمرها، ونفضل على الحالة دي تقريبا ساعتين. يعني كل ربع ساعة بضيف لها شوية مية. خلصت المية أحمرها، خلصت المية بحمرها وأضيف مية، لغاية ما نخلص تقريبا ساعتين.
علشان تبقى دايبه كده ومنهنها ويطلع طعمها رائع. وساعتها بقى في اخر مرحله خالص هنحط لها المشروم. فدلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا عندنا دي بطاطس مهروسة مسلوقة ومهروسة، حطيت لها شوية لبن وحطيتها في الكيس الحلواني وبعمل منها كده زي ما انتوا شايفين وردات حوالين الطبق علشان يديني شكل لطيف لما احط الروستو بتاعتي. تمام كده احنا حلو قوي. طيب دي طبعا النسخة اللي احنا عاملينها اهي زي ما انتوا شايفين، بس دلوقتي هنعمل ايه؟ هتشوفوا هنعمل ايه. هناخد المشروم اللي عندنا، يا بنقسمه اتنين يا بنحطه زي ما هو زي ما تحبوا، يمكن لو قسمناه اتنين احسن. طيب ايه رأيكو نعمل شوية تطبيقات يا مخرجنا لغاية ما نحط المشروم على النار شوية دول، ولا مفيش تطبيقات النهاردة؟ في. طب يلا. طيب انا بس هحط المشروم كده وهنشوف التطبيقات اللي عندنا لغايه ما المشروم كده ياخد له بتاع 4-5 دقايق على النار. يلا يلا، اكله رائعه تحفة ما تتصوروش طعم البصل لما بيدوب وبيبقى في الصوص بيعمل ايه. طيب نيفيا، هي دي نيفيا اللي من الجزائر صديقتنا، عملت المطبق بتقول روعة الحمد لله. غيره يلا. أميرة عصام، تشيز كيك فانيلا، يسلموا ايديكي حبيبة قلبي. يلا نيكست. جيهان مجاهد، يسلموا ايديكي يا حبيبة قلبي، عاملة سمك سنجاري طبعا تحفة. انعام سرور، عاملة سينامون رول، يا عيني عليكي وعلى شطارتك. عبير عباس الشومري، عملت فتة البتنجان تحفة طبعا. يلا فاطمة طايع، عملت برضو السينامون رول. يلا مين؟ بسملة أشرف، عملت معجنات بالعجوة طرية وهشة، اسلموا ايديكي. حسن حامد محمد، الفطير المشلتت، يا عيني على الفطير المشلتت وجماله. دعاء حامد، دعاء حامد عاملة فطيرة بس لا دي ايه، ابداعات لطيفة. اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي، عملت كيكة الرمل وعايزة وعملت تطبيق دوار الشمس، يا سلام ممتاز. مازن محمد، دي بان كيك ولا ايه ده مش عارف. وتحية لجنوب سيناء، يعني يسلموا ايديك يا حبيبتي. دعاء الخولي، عملت كيكة الموزايك تحفة. هويدة عبد الله، عملت فتة كفتة داوود باشا، على فكرة الوصفة دي من الوصفات اللي أنا بحبها جدا جدا. أم مالك، عملت الفطير. الماجيك مريم، عاملة تشيز كيك تحفة طبعا. علوش علاشي عملت الإكلير وطبعا جميل زي ما انتوا شايفين. ليه ده فيك حاجات كتير جدا كانت. مريم حسام، عملت السينامون رول بحشوة التمر. ليه؟ على فكرة لا دي مش حقيقة.
خالد بس على فكرة في كتير صور أنا شايفاه ده خالد. على فكرة يا جماعة الصور كلها اللي ما طلعتش خالد زميلنا من الكنترول هو اللي وقفهم على كده، فأي حد عنده أي كلمة لخالد يقولها لنا. طيب لا هو طبعا عشان وقت البرنامج، فإحنا دلوقتي للأسف طبعا هو بيخلص بسرعة جدا وقت البرنامج للأسف. هناخد الروستو بتاعتنا نحطها هنا، وهناخد الصوص بقى بتاعتنا نحطها كده على الجناب. الصوص يا جماعة مهما أقول لكم قد إيه لذيذة، يعني تحفة، مش بس لذيذة. طيب كده احنا حطينا، تمام. خلوني بقى دلوقتي اجيب في الطبق شوية، وجات بقى ايه تمام كده. دلوقتي بقى هناخد الجبنة بتاعتنا اللحظة الحاسمة، وهنروح بالروستو هنا كده، وناخد ده طبعا قبل التقديم على طول الحاجات دي بنعملها. ناخد حتتين كده روزماري، وناخد بقى يا جماعة الجبنة بتاعتنا ونحطها على الوش بالطريقة دي كده اهو. وكده نبقى وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، واللي عملنا فيها معاكم اللحمة بطريقتين. أول طريقة عملنا فيها اللحمة معاكو كانت الطريقة التركية، والطريقة دي اللحمة بتستوي في الطبق، بنسخن الطبق كويس جدا في الفرن وبنطلعه وبنحط عليه الكلاريفايد باتر. اللحمة هنا بتبقى في الحالة دي ما بين ميديوم وميديوم ويل، طبعا ما بتتقطعش تخينة قوي. نكهناها كده بشوية توم وشوية روز ميري، وعملنا بعد كده اللحمة الروستو اللي على طريقة جدتي الله يرحمها، بس أنا زودت لها من فوق جبنة. لقيتوا الجبنة الراكلات أوكي، ما لقيتوش الجبنة الراكلات بتقدروا تعملوا صلصة الجبنة زي اللي عملناها النهاردة. النهاردة كانت أول وصفات هنعملها للعيد، وبكرة إن شاء الله هنعمل برضو وصفات للعيد، وبعد بكرة وصفات للعيد. كل سنة وانتم طيبين، بتمنى تكون الحلقة عجبتكم. الوصفات كلها هتنزل كمان شوية على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 8 بالليل والساعة 8 الصبح. بشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة ووصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله.